اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم استراتيجيه من قناه ومنصه المشهد. اليوم الخميس العاشر من اكتوبر لازالت تتصارع الاحداث وتتشابك المصالح. هنعمل على كشف الاسرار وهنحلل الابعاد لصراعات السياسه والجغرافيا من ميادين الحروب الى كواليس السياسه. نبدا حلقتنا مع ابرز التطورات الميدانيه بين حزب الله والجيش الاسرائيلي مع ضيفي في الاستوديو اللواء الدكتور سيد غنيم زميل الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه والاستاذ الزائر بالناتو والاكاديميه العسكريه الملكيه ببروكسل. اهلا بك يا دكتور. يا ترى تقدر تقول لنا على ايه على اخر التطورات على الارض في لبنان؟ في لبنان في تصارع حقيقي يعني بدا يعني اولا في لبس اولا احب اقوله عند بعض الناس ان لما تم توغل البري بالقوات الخاصة في أول أكتوبر أو الساعات الأولى من أول أكتوبر بتوقيت لبنان لم يكن هذا هو الهجوم البري. أعتقد أن الهجوم البري الفعلي بدأ خلال يوم أو يومين واليوم بدأ بدفع المفارز المتقدمة. كان الأول مفارز بقوات خاصة ليست مفارز متقدمة وزي ما قلنا اللي هو كان بيعمل الآتي: مناطق إخلاء مداهمة ثم مناطق إغلاق على كافة المتاخمة ربما عيت الشعب ويرون وعيت الشعب ومرون الرأس ما زالت ليست مغلقة طيب بدأ النهاردة في التوقيت اللي أنا بكلم حضرتك فيه إن القوات البرية دفعت وحدات المقدمات أمام القوى الرئيسية. أعتقد جزء منها مكان الدبابتين موجودين في الغرب بالجنوب الغربي في المنطقة الغربي ودول تحديدا من الفرقة 91 أتصور ذلك المدعمة بعناصر المظلات ولكنها مترجلة معها، وجزء آخر من جنوب عيت الشعب ودي تصور أنها من الفرقة 146 أو أن الفرقة 146 لم تتقدم حتى الآن، ولكن إن تقدم قوات من هذا الاتجاه سيكون 146. في قوات في الأصل تشتبك وهو من الفرقة 98 اللي هو 35 في المنطقة من أول كفر شوبة وكفر كلا ومركبة بالضبط كده، ومعها الفرقة 36 اللي هو السابع من الفرقة 36 يقاتل معهم في نفس المناطق ولكن في إطار المداهمات. أعتقد أنه بدأ يدفع المقدمات من الفرقة المدرعة سواء اللواء المشي الميكانيكي الذي معه أو اللواء المدرع أو حتى جزء من الدفاعات إذا كان متواجد معه. طب إحنا في نقطة بس أنا حابب أوضحها مع حضرتك بالنسبة لموضوع المفارز. المفارز هي نقاط دخول أو ممرات أو لو قدرنا نشرحها سريعا. تمام. عندنا أنواع من المفارز بشكل عام ولكن في المفارز والمقدمات. تمام. المفارز بتكون قوات قليلة نسبيا ولكن من أصل القوى الرئيسية. من أصل القوى الرئيسية. خلينا ننتقل دلوقتي بالنسبة للدفاعات القادمة من حزب الله. حضرتك شايف الدفاعات اختلفت في اختلاف لأن في إعلان من حزب الله عن صد هجمات أخرى حصلت في المناطق سواء كان من ناحية مارون الرأس ومن ناحية يارون وعيت الشعب. حصل صد الهجمات. في اشتباك دلوقتي حقيقي يعني بدأ الظهر وفي اشتباك حالي يعني لدرجة طبقا يمكن لاحظنا قبل ما ندخل مباشرة أنا وحضرتك أن أعلن أن وحدات اليونيفيل الموجودة لها نقاط المراقبة أصبحت شبه تحت الحصار، ليس حصار حولها ولكن حصار من إطلاق النيران المباشر بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله التي تقاتل أمامها بشكل مباشر. هو حصل الظهر فترة ولكن ما كانش بنفس الكم أعتقد الذي يتم الآن. فما يتم الآن ده بيكون أساسه أن حزب الله بيحاول مش أنه يصد لأنه لو صد ثقيل عليه الصد صعب. هو بيحاول انه يتصيد كما كانت تفعل فصائل. هو انا كمان في تنويه دلوقتي احنا حاليا كما نرى الان على الشاشه هي صور حيه بث مباشر من الضاحيه الجنوبيه، اثار الدخان بتظهر في الافق بضربه اخرى حاليا بيتم في بيروت، وكان في انباء منذ قليل عن سماع عدويه انفجارات في الداخل في الضاحيه الجنوبيه تحديدا في الضاحيه الجنوبيه ليس في اطراف بيروت بالضبط في بيروت، فواضح ان بقى في قصف حاليا وهذا ما نراه الآن على الشاشة مباشرة. ده معناه أن إسرائيل مستمرة في استهداف الشخصيات أو القيادات سواء العسكرية أو السياسية أو اكتشاف أي مخازن سواء مخازن الذخيرة أو الوقود أو كل ما يفيد حزب الله التي يمكن أن تستخدمها في القتال. طب حاليا دكتور احنا امبارح كنا بنتكلم وطول الوقت النهاردة كمان عن بالنسبة للشريط الساحلي الدخول من الشريط الساحلي أو استغلال الشريط الساحلي الآن من إسرائيل
كيف يتم استغلاله وكيف يؤثر على الوضع في الأرض؟ يمكن بأكد اللي قلت لحضرتك عليه وأضيف أمر آخر. كنت أنا قلت لحضرتك الاحتمال الأرجح لاستخدام النيران ببعض النيران بالرشاشات التي يملكها اللي هي عيار 76 ميلي أو نص بوصة، ودي زي ما قلنا أنها سريعة الاستجابة لكي يتعامل سواء مع الأهداف المكتشفة من الساحل الأهداف لحزب الله أو مع القوات اللي أنا قلت أنها تندفع حاليا من المنطقة في وحدات منهم بحيث الساحل فتتعاون معها بالنيران. الاحتمال الأقل وأقل يمكن بدرجة كبيرة ولكن لازم نعتبره وارد وهو إبرار بعض القوات. في أمر آخر أن القوات البحرية ولكن مش شرط تكون قريبة من الساحل، ممكن من أمامها أمام المواني الإسرائيلية أو متقدمة نسبيا، لأيضا التصدي بالصواريخ للدرونز التي تتقدم من الجانب حزب الله. طب بالنسبة لحزب الله حضرتك، بالنسبة للموقف اليوم، يا ترى نفس الكثافة في ضرب الإطلاق الصواريخ أو نفس الكثافة في التعامل مع القوات ولا اختلفت؟ أكبر كثافة تمت كانت بالأمس، كانت عالية للغاية، وكان في تركيز في الأساس على كريات شمونة، كان أكبر تركيز على كريات شمونة لدرجة أن يتداول خبر ولكن ما بين الأخبار الواردة من حزب الله وليس الواردة من إسرائيل أنه تم إخلاء كريات شمونة تماما بنسبة 100%. مع الرصد والمراجعة اتضح أنه غير دقيق، ما زالت القوات الإسرائيلية موجودة فيها بل والعكس بتقاتل من نفس المكان، وجاري التأكيد بالتأكيد ولكن التركيز كان على كريات شمونة بهذا الكم ومناطق أخرى. اليوم التركيز أعتقد ما بين القوات المتقدمة بالتأكيد، لأن أي قوات متقدمة لابد من نيران للتصدي لها، ليس الأكمان والأفراد فقط، لابد من الصواريخ تستخدم بكثافة كبيرة، لكن ما زال نسبة الاستخدام ليست بكبيرة للقدر الكافي لكي تحدث تأثير على القوات الإسرائيلية، وإلا كنا لن نجد أي تقدم بالمفارز والمقدمات والتي تليها القوة الرئيسية زي ما قلت حضرتك. لا، بيبدأ التقدم يزيد مع الوقت.